Essentiel Santé by Med.TN مع هجر الحناشي. يا فم أحلى راديو عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا مضي 3 و5 دقائق. هذه ألو يا فم سبيسيال سونتي باي ميد بوانتهان، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه مواعيد على الإنترنت. موضوعنا اليوم هو عملية شفط الدهون، وحاضر بحضنا دكتور كمال العربي، طبيب مختص في جراحة الترميم والتجميل. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.تي.إن. دكتور مرحبا بك بحضنا في إي إف إم. مرحبا بك، عايشك الله يخليك. ربي يفضلك. نعيشك. دونك دكتور اليوم باش نحكيو على عملية شفط الدهون، شنو هي العملية هذيا، شكون يعملوها، وقتاش نعملوها، اسكو فما تقنيات متعددة للقيام بالعملية هذيا، كيفاش نحضروا للعملية نتاعنا، وشنو ما النتائج المرجوة من عملية شفط الدهون. أما هات من الأول نفسروا للعباد شنو معناها عملية شفط الدهون، على خاطر يظهر لي عند المواطنين خلينا نقولوا فما خلط شوية مع عمليات أخرى لأغراض أخرى، هكا ولا ليه؟ كلامك صحيح ونشكرك على الموضوع هذا. بطبيعة توا برشا عباد يسمعوا بها شفط الدهون في برشا منصات التواصل الاجتماعي، وطلب ماشي ويكثر. بقى ثم خلط كبير بين المطلوب من شفط الدهون وال الحقيقة متاع شفط الدهون. كثير من العباد يخموا اللي شفط الدهون هي وسيلة من وسائل تنحيف الجسم. فكرة غلطة، وانا فرحان برشا اللي انا بحذاكم مش نحاول نصحح بعض المعلومات. نجمش ندوروا على الموضوع كامل ونعطيه الفكرة كاملة، لكن نحاولوا أكثر ما يمكن. شفط الدهون هي وسيلة من وسائل اللي تمكنوا منها الأطباء مش نجموا نحيوا ونقصوا بعض الدهون في الجسم. هنا ننزل على كلمة بعض ومنقولش كل الدهون، لأن شفط الدهون هي وسيلة مش نسقلوا في بعض الأماكن اللي يكون فيها تراكم الدهون موجود بطريقة غير مرجوة. تعرف اللي احنا توا عايشين في عصر التواصل، والأشخاص كل بصفة عامة يحاولوا مش يكونوا يشبهوا لبعضهم ولا يروا صورة ويحبوا يوصلوا لها الجسم المثالي. تعرف اللي احنا كنا مختلفين، فما شكون طويل، فما شكون قصير، فما شكون العريض، وفما شكون مش عريض، وفما حتى اللون نتاعنا مختلف. والاختلاف هذايا ماشي، وكما تقول انت في الصور اللي موجودين في المجتمع ماشي وينقص، واللي يحس بروحه اللي ماهوش في المجموعه المثاليه يحس بروحه اللي هو لازم له يعمل حاجه. نعاود اللي شفط الدهون ماهيش وسيله تنحيف، واللي هي وسيله مش نحيو الدهون في بعض الاماكن. بطبيعه مش كل شخص يجم يعمل شفط الدهون. علاش؟ خاطر اذا يكون انسان عنده سمنه مفرطه يجونا ويتصلوا بنا ويقولوا كان نحب خطاني انا سمين ولا واحد ما نقدروش. واذا حاولنا مش نعملوا حاجه نعرفوا ان النتيجه ما توصلش. بقى شنو شفط الدهون في حد ذاته؟ هو مش نحيو في كل تراكم، مثلا فما في الكرش شويه دهون، في الصدر تاع راجل ساعه فما تثدي في درجه اولى نجمو نعملوها بشفط الدهون. في اماكن معينه نجمو نعملو، نجمو ننحتو زاده في الظهر تاع الانسان في الجسم، يعني بقى ما نجموش نعملو كل شيء بالطبيعه. هما شنو هما البلايص خلي العباد تفهم اللي نجمو نعملو فيهم شفط الدهون المسموح نجمو نعملو؟ هو فما اماكن مسموح، واللي اماكن اللي ما تتخليش فما خطر، خاصه تنساش اللي المريض اللي يجي مش عامل شفط الدهون يجيك في صحه عاديه وما عندوش مرض، يعني ما لازمش ندخلوا في الخطر. يعني ديما فما ميزان بين اش نربح وش نخسر. دونك ما لازمش عاده الاكثر مناطق نتاع شفط الدهون هي دائما الكرش يعني البطن ولا الصدر والخصر والافخاذ، خاصه عند النساء فما زاد يسميوها بالفرنسيه كولوت دو شوفال، الشحمه الموجوده على الجنب نتاع الجنب الفخاذ
تخض تقلق النساء خاصه في اللباس نتاع سروال ولا لباس المودرن نقولوا احنا الحديث. شنو هي ترانش داج دكتور اللي نجموا نعملوا فيه العمليه نتاع شفط الدهون؟ قداش اقل عمر وقداش اكثر عمر؟ نقولوا زيد عمت في صحه جيده من يبدا الانسان في صحه يبدا في صحه جيده. بالطبيعه احنا في تونس يعني ما نجموش نعملوا جراحه تجميل اكثر اقل من 20 سنه، يعني ذولي حاجه تكون بالعقل، يعني مازال الواحد في طور النمو قبل 20 سنه ما نجموش نعملوا له شفط الدهون. وبعد ما فماش عمر خاص مش ما نعملوش، بقى مش تنجم تعمل شفط الدهون لازم فما ظروف معينه مش تنجم تنجح العمليه، وظرف من ظروف هي لازم تكون الجلده اللي مغطيه للشحمه هذه تكون قويه، يعني إلاستيك أنكار. يعني فما عمر ما نجموش نقول وقت تجيك واحدة ولا واحد عمره 55 سنة ولا 60 سنة وجلد متاعه ما عادش فيها القوة متاعها، فما ترهل بالطبيعة، لكن ما فماش القوة اللي مش تعاود ترجع إلى مكانها. يعني تعمل شفط الدهون ما هيش تعطيك النتيجة المرجوة في الحكاية، فما تقنيات أخرى باش نقصوا الشحمة ولا الشيء اللي مقلق الإنسان في حد ذاته. باهي جست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو عملية شفط الدهون. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. قول قايل دكتور اسكو الهدف المرجو من عملية شفط الدهون هو جست شفط الدهون هكا، هم فماش حاجات أخرين نجموا نعملوهم في العملية هذه ولا لا؟ لا، هو شفط الدهون هي شنية العملية لازم نفسروها ونحاول باش نبسطها، لكن ما نحبش نستسهلها في نفس الوقت باش نبدو واضحين مع بعضنا. راهي ماهيش أي عملية، هي عملية جراحية، يعني لازم تكون فيها تحذيرات وفيها تفكير مقبل ما عند الطبيب وما عند المريض، وحتى إذا كان المريض يعني ما عندوش القدرة باش يميز الطبيب لازم يكون ينصح ساعة قبل كل شيء. شفط الدهون هي عكس ما يخموا، ولا الفكر الشائع على شفط الدهون هو ماهوش باش نجبدوا الدهون ولوحوا الدهون. هي تقنية باش ندخلوا كانول، يعني وسيلة باش نعملوا في الشحم ثقب اوكي وردوه سهل. ونعطي مثال دائما، انا نقول لهم كيما عندك متله تاع موس تنزل عليها ما تهبطش، وقت تنقبها ترد كيما جبن غوير وتلقي تنجم تنزل عليها وتنقص ليبيسور نتاعها، هي يعني السمك نتاعها ينقص. شفت الدهون هذيك هي التقنيه، وقد ما تكون الكانيول جويده قد ما تكون النتيجه يعني متناسقه خاصه من برا، خاطر اذا نحيناها بالانجلوباليتي لاغريس الدهون نحيناها واحد بتبيعها الجلده باش تكون قد من برا فيها كلي فاغ، يعني ما تكونش متناسقه ما تكونش كامله. العمليه باش ندخلوا بكانول وباش نعملوا دي تونيل، وكلي تونيل هكوما فما يعني دي تكنيك افير، يعني باش نعملوهم بطريقه اللي نرجو منها النتيجه. ومن بعد التقنيه هذه اللي باش تصير في بيت العمليات، ونقول انا دائما هي من اختصاص الاطباء، فما افعال ولا نقولوا لي شوز افير بعد هذه واللي هما خاصه لباس المشد، لان كما فسرتكم قبليك بعد من نخفوا من الدهون بالثقب اللي مش نعملوهم واحد هذوما، فما لابد مش ننزلوا على الدهون مش تصير سيكاتريزاسيون، مش الدهون تلحم من داخل نتاعها. هي باش نحكيو جست بالتفصيل دكتور على العمليه وقت اللي نقرب سي بون احنا باش نعملوا هي. دخلنا نرجع شويه لجيك العبد سيبون مقرر باش يعمل في مخه هو العمليه نتاع شفط الدهون. اسكو التكنيك اللي انت حكيت عليها تو اسكو فما كان هذيك فماش طرق اخرى؟ تو ديبون دو كيما قلت انت من الاول، فما عبد سمين فما عبد ضعيف، فكل واحد والماس مسكولير نتاعو ولا نعرفش. اي كلامك صحيح، وقت احنا نستقبلوا المريض في العياده دائما فما وقت نعديوه معاه المريض ساعه، اول حاجه لازم نعرفوا السبب اللي هو خلاه باش يجي ساعه. السبب ما لازموش يكون سبب خارجي، لازم يكون سبب من عند الشخص تلقاء نفسه، فماش هو يحب يعمل. اي لازم يكون هو يحب يعمل ومقتنع اقتناع شخصي، ما يكونش فما اشخاص اخرين. ثاني حاجه فما
الجانب النفساني نتاع الانسان هذاك لازمنا نكونوا احنا واعيين اللي هو ما يعملش فيه، لانه مثلا تعارك البارح في الليل ولا خاطر هو غضبان ولا خاطر خسر شغل ولا صارت له مشكله اللي شك اللي هو شكله هو كان السبب. لان الانسان هذاك حتى اذا عملنا معاه شفط دهون وقينا نتيجه معاه فهمت هو ماهوش يقى الحل اللي للمشكله اللي كانت عنده اللي هو نفسانيه يمكن قبل هذه. دونك لازمنا نعدي وقت باش نشوفوا لا موتيفاسيون تاع فريمون، لازم يكون انسان عنده الرغبه في باش يعملها هذه. ثاني حاجه نشوفوا بعدين فما معطيات اخرى، فما الفحص الطبي اللي باش يصير في العياده، لازم نشوفوا المريض اول حاجه، الوزن نتاعو لازم مش يكون وزن مفرط، لان كما قلنا قبليك شفط الدهون ماهيش عمليه تخسيس الوزن، فما عمليات اخرى يعملوهم اطباء اخرين في تخسيس الوزن وعمليات ولا حتى دي براتيك، يعني فما النيوتريسيونيست وفما بعد هذاك لازم نشوفوا زاد الجلده نتاع الانسان هذاك، وبعد بطبيعه نشوفوا احنا لا موتيفاسيون. وفما حاجه لازم ديما نصلحوها للمريض وقت يوصل عندنا، هي اللي الفكره المداوله اللي ماشي في باله اللي باش يعمل شفط الدهون باش يلقى النتيجه حينيه. غمض عين حل عين تلقى روحك سي بون. مش سي بون. انا دائما نقول لهم نقول الانسان قاعد في كرش امه 9 شهور باش يتكون. وقت باش يتكون 9 شهور يعني خذا وقته واحد وكل شيء، حتى في شفط الدهون النتيجه قريبه هي لكن ماهيش حينيه. خاطر ديما نشوفوا احنا في الوسائل التواصل الاجتماعي هذم دائما فما صور ما قبل وما ما بعد، قليل قليل ما يحطوا بيناتهم قداش فما وقت صار. باش نحكيو على قداش فما وقت والتفاصيل هذه الكل جوست دكتور تعرف فاصل توا اشيري زوست. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو عمليه شفط الدهون، وحاضر بحدنا دكتور كمال العربي طبيب مختص في جراحه الترميم والتجميل. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف، ما تبعدوش بعيد هنا راجعين. سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه توا ماضي 3:18. نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو عمليه شفط الدهون، وحاضر بحدينا دكتور كامل العربي طبيب مختص في جراحه الترميم والتجميل. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380. مازلنا نحكيو الدكتور على التحضيرات ما قبل العمليه، وكنا نحكيو على لي زاتونت نتاع الباسيون يمشي في بالو اللي هو باش يخرج من العمليه زبلتوت كيما نقولوا احنا وكيما هو يحب. هاك اخذوا لا لا هو ماذا بينا احنا نخرجوا من كلهم مسبلت ماذا بينا الناس الكل يبداو فرحانين واحد وكل، اما قبل لازمنا ان نحلوا المعطيات نتاع المريض هذاك. يعني فما اشخاص ولازمنا نكونوا اونيت معاه، يعني صريحين ونقولوا راهو انا نجم نوصل للنتيجه هذه، وقت نقول انا راهو نقصد بها راهو الاطباء الكل راهو خاصه فما شكون ماشي في باله في افق اخرى في بلدان اخرين يجم يعطيوك نتيجه مخير، ولا فما تقنيات اقوى ولا واحد وكل شيء، وتنحكيوا بعد على التقنيات تاع شفط الدهون. بالطبيعه بعد ما نتفاهموا المريض على حكايه نفسروا له شنو شفط الدهون وهاو كيفاش التكنيك، خاطر فما واجبات يعملهم المريض بعد العمليه راهو باش يجمع النتيجه، منهم اللبس لباس تاع المشد اللي حكيت عليه واحد وكل شيء اللي يجم يكون المشد هذا لمده شهر صباح وعشيه والليل اللي قد لابسه، وبعد يجم ينحيه لمده 12 ساعه في اليوم لمده 3 اسابيع. يعني تشوف انت الرحله طويله شويه كمان اللي هي فيها اكثر من شهر ونص شهرين مش نجم نبداو المريض. دونك لازم احنا بيتنا كما المريض اختارنا احنا نختاروهم زاده نشوفوا اللي هما موتيفي واحد وكل شيء. بعد ما تفهموا في التقنيات هذوما كل شيء فما بيان سور دي تحاليل لازم يصيروا وكل حاله وحالتها ناخذوا التحاليل، ومن المستحسن بالنسبه نعطي للمريض هدنه مهلة باش يزيد يخمم
فهمت في اللي قلته له هكا، خاطر الطبيب عاده عنده أنا سوندون على المريض ويجم يقنعه باللي يحب عليه. عاده احنا نعطيو هدنه، ما فماش قانون يجبرك اللي باش تكون قداش المده، لكن انا دائما نفضل نقول للمريض قول له انا عطيتك المعلومات في على الحاله نتاعك انت، هاو كيفاش نجمو نوصلوا شنو ما لي ريسك زاد، خاطر فماش حاجه ما فيهاش ريسك. كما هي عمليه جو نقول لك اي كل بقعه فيها ريسك، فهمت؟ لازم نحدوا احنا المخاطر ونقولوهم زاد للمريض، وبعد هذا نعطيوه مهله يخمم فيها ويعاد يرجع لك ويقول لك راني خممت بالمعطيات اللي عطيتهم لي وراني قابل باش نعمل لك العمليه. العمليه فوقتك هي نجموا نبداو نحضروا ناخذوا موعد في المساحه ولا في المستشفى اللي باش يصير فيها الحكايه. جوست قبل ما نمشوا للمساحه دكتور، خاطر يسالوا فينا اسكو واجب انه قبل ما ندخلوا للعمليه يلزمك انت تبعث المريض نتاعك لطبيب نفساني قايم الحاله نتاعو قبل، ولا مش بالضروره، ولا تو ديبون دو انت شنو تشوف المريض كيفاش؟ فوالا الطبيب، الطبيب فوقتك هو اللي يقيم المريض نتاعو. وانا حكيت لك قبل هيك قلت لك راهو لازم لنا نشوفوا لا موتيفاسيون، اسكو المريض جاي خاطره هو حاجته بها الحكايه هكا، ولا خاطر عنده حاله نفسيه مقلقته، والا فما شكون بعثوا زادا ساعة فما مشاكل في الكوبل ولا حاجة يجب يكونوا سبب من الأسباب متاع زيارة المريض عند طبيب تاع التجميل. فما حالات نبعثوهم الطبيب هو يقى طريقة اللي مش يفسر للمريض، لأن أصعب حاجة مش تقول للمريض راك تمشي تشوف أم سيكاتر ولا تشوف أم سيكولوج. لي بسيكولوج ولي بسيكاتر دو فاسون جينيرال يعاونوا فينا بزيد ويعطيهم الصحة وخدمتهم كبيرة، لكن دائما فما هاجس في المجتمع نتاعنا احنا فيزافي تاع لي بسيكاتر، لكن احنا نحاولوا باش نقنع المريض ونقول له شوف المشكلة تشوف فيها أنت من زاوية هذه كان تشوفها من الزاويه الاخرى الاخرى يمكن فما شكون يجمع يعاونك باش تشوف الحلول. اذا كان المريض عنده مشاكل بتبعها بقى، اذا ما عندوش اموره واضحه وحكينا في المشاكل بتاع العمليه الاوجاع بتاع العمليه زاد، خاطر العمليه راهو اعتداء على جسم انسان باش نبداو واضحين، برشا عباد يستسهلوها راهو هو اعتداء على جسم الانسان، لازم يكون ريفليشي ما لازموش يكون اعتباطي، لازم نعرفوا شنو باش نلقاو كوم ريزولتا وشنو باش نخسروا وشنو باش نربحوا. باهي دونك باش نمشيو نعملوا العمليه نتاعنا، قلنا على التقنيات. التقنيات الوغ ديما هي فما لا ليبوسيسيون بالشفط الدهون، هي التكنيك الانسيان هي باش ندخلوا دي كانول، كانول هي عباره على جعبه طويله باش ندخلوها وننقبوا في الشحمه. فما وسائل تقنيات جديده تسهل للطبيب اكثر من للمريض باش نكونوا صريحين مع بعضنا. فما لا فيبرو ليبوسيسيون، الماكينه اللي باش نستعملوها فيها شويه فيبراسيون في الاخر نتاعها، هي الشحمه كما تقول انت ذوب شويه يعني كاين تالي خلطه دونك تالي اسهل للطبيب، وفيها بيان سور دي افونتاج اللي الجلده تكون بلو ريغولير يعني قد منسجمه. فما زاد كيف باللو فايزر سيدير كو فما لي ميكرو اوند، تعرفوا الميكرو اوند هي سورس دينيرجي اللي تذوب الشحمه، لكن في نفس الوقت فيها مخاطر اللي تجم تحرق تحت الجلده نتاع الانسان هذا. دونك الطبيب هو انت حسب الخبره اللي عنده وحسب الامكانيات اللي موجوده متوفره هو اللي يختار هذا. احنا ساعات يجونا بعض المرضى ويجيك يقول لك حاشب تكنيك هذيك، نقول له بون التكنيك راهو فيها وعليها، واحنا الطبيب هو اللي باش يختار بيان سور، احنا نجمو نعاونوه ونجمو نفهموا الحاله نتاعو هو، لكن احنا عندنا برشا الكومباريزون المقارنه. صاحبتي عملت عند عملت بالتكنيك هذيا وقعت ريزولتا باهي صحيح، يمكن اما كانت تعملها انت سي با مش بالضروره تكون عندك انت نفس النتيجه. كل حاله وحاله فريده من نوعها نقولوا احنا، يعني شاك بيرسون اي اونيك، هذيك لازم ديما نحطوها في مخنا اللي كل انسان وحده في الدنيا هذه وهو فريد. دونك كل طبيب هو باش يقيم التقنيه ولا التكنيك اللي باش يعملها مع المريض نتاعو، هو باش يوصل له
يوصلوا للنتيجة اللي تفهموا عليها. قبليك ما قلتلكش اللي وقتها الطبيب والمريض يتفاهموا باش يعملوا العملية هذه. أنا ديما قارنها نقول لهم راهو سي ان جو ديكيب. اللي وقتها يبدا عندك اون ايكيب تاع سبور باغ اكزومبل باش تاخذوا دي ريزولتا لازم تكون عندك اون ايكيب كي موتيفي ولازم لك ان انترينور. ان انترينور موين يجم يعطيك ان بون ريزولتا وكان تبدا ليكيب موتيفي وحتى كما نقولوا الجرينتا في قلبها. Par contre, quand tu dans l'équipe, ou les rôles mérites, bien qu'on comme on dit, mais la motivation nécessaire pour la motivation est très liée. Peut-être que tu as dit, Ahsen, entraîneur, mais tu as tous le résultat qui est très bien. Quand tu as dit, après le chef de Dohoun, après la ramalie, il y a des têtes ou le technique, il y a un dolly, un artisan, un tabib, ou il y a le tariq, il y a Ahsen, nétige. فما المتابعة اللي باش تصير بعد شفت الدهون. خاطر بعد ما يكمل المريض العملية نتاعو ديجا هو وقت يوصل الفرش نتاعو من بعد العملية وبعد ما يقوم من بنج باش يقول لك دكتور ساعة ما عنديش تغيير كبير ما راهش تغيير. ساعة ما نكذبش ناخذ لهم بعض الصور في بيت العمليات باش نوريهم لهم هما برك مانيش باش نحطهم في الريزو سوسيو ونقول له اها في وسط العملية كيفاش وصلنا للريزولتا. علاش؟ خاطر سي اون اغريسيون فما اعتداء فما اعتداء لا 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 هو اعتداء اعتداء على الجسم صار هو فما اعتداء يصير في جسم الانسان وبالطبيعه وقت يصير ان اعتداء فما رياكسيون فما حاجه باش تصير في جسم الانسان وهو باش يتنفخ وقت واحد ياخذ بنيه في عينه بون الساعه الاولى تبدا لاباس ساعة ونص تبدا تزرق وبعدين تبدا تتنفخ يوصل اخر الليل الى عينه ما تتحلش. هذا اعطيت مثال راه ما قصدتش احنا باش نوصلوا باش نوصف شوي اي باش واحد بالطبيعه زاد كيف كيف شفت الدهون نقطه يخرج هو بعد ساعه يبدا لاباس بعد يزيد تنفخ على كيف فما مشد باش ينقص من الانتفاخ اللي باش يصير هذاك ولكن بعد ايامات قليله واحد يتفش يبدا يتفش ويبدا يرى في الريزولتا. على كيف قلت لك قبليك فما صورك الافون وابخي قبل ما قبل وما بعد دائما تغلط المريض نقول لهم احنا راهو لازمنا كل حاجه وقت كل حاجه تاخذ وقتها في الدنيا هذه ولازمها تتعمل على قاعده. بعد ما يفيق المريض ويشوف الحكايه وبعد يصير انتفاخ هذايا فما دريناج لنفاتيك فما المساج احنا نقولوا باللغه الدارجه نتاعنا احنا يقول لك دريناج لنفاتيك هو بيدو الدريناج لنفاتيك هذا معمول باش ينقص الماء والانتفاخ اللي صار في العمليه ويزيد يحسن النتيجه. فما دي سيونس كيفو فيغ زاده واحد وكل شيء بانتظام عند المريض واحد وكل شيء فما زاده ازرقاق باش يصير في الجسم البقاع اللي باش نعملوا فيها شفط الدهون هذيك بمعدل 3 أسابيع تختفي وما عادش فما حتى مشاكل. باهي نكمل لك كمل انت ما تسالش لله جست خاطر يسالوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام قداش تدوم العمليه وقداش نقعد في الدار باش نعاود نسترجع حياتي طبيعي نرجع نمشي عادي معناها نرجع لخدمتي ولا نرجع لقرايتي ولا فوالا كيستيون حلوه ياسر ونسالك نشكرك على السؤال هذا ونشكرهم اللي سالونا على السؤال هذا. شفت الدهون هي عمليه بين قوسين ونعاود نقول بين قوسين عمليه سهله ما فيهاش يعني حاجه تعب المريض بقى فيها شويه اوجاع. شو ما الاوجاع ونفسروهم احنا وفيهم واحد الاوجاع هذوما يمشيو كيما لي كورباتور اي سي كورباتور سي دي دير كيما واحد مشى عمل السبور بزيد دقدق نقولوا احنا باللغه الدارجه اكل ريقه سيف كامل ورجع في رجع يدقدق يحس بروحه واحد وهو قاعد ما يحسش بالاوجاع وهو يقوم يحس يتحرك البقعه اللي عملنا فيها شفت الدهون مثلا نقولوا في البطن نتاعه وهو يسوليسيت العضلات نتاع بطنه العضلات تكون ممشي جوع بقى كان يتحرك ويتحملهم ويسخنهم نقولوا احنا الوجع تنقص بكدا 3 أيام 4 أيام تكفي ما نقولكش اللي هو باش يرجع في فورمه كبيره لكن 3 4 أيام يرجع شغله ويجم يعمل واحد وكل شيء الاوجاع
فيها اختلاف في التوليرانس. فما عباد يرجع بعد نهار ويقول لك كنك شي ما عملت لي دكتور. وفما شكون يقول لك راني انا سيء 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 واحد وكل شيء. ما تعرف لو سوي دو لا دولور اي ديفيرون. بون فما دويات نجم نعطيوها لهم، لكن الدقديقه كما قلنا احنا قبل كيعليك استعملت الكلمه هيك، هي الدويات تنجم كان تعاون. لازم تستحمل شوي. باهي دكتور، اسكو فما كونتيتي معينه نتاع شحام تجبدوها ولا تنجموا تجبدوا قد ما تحب؟ لا لا دائما هي في الكونسنسوس انترناسيونال. انت تعرف جا نقول لك على عكس ما يخموا برشا عباد، راهو فما دي زيتود وفما دراسات كبيره صارت وفي شفط الدهون، وهي من اكثر العمليات التجميليه اللي تصير على الانسان. احنا دائما نقولوا ما نجموش نفوتوا 8% الى 10% من وزن الانسان بالدهون اللي باش نجبدوهم. اكثر من هكا فما شكون يعمل، ما نقولش لا، لكن فما ريسك ناخذوه. وانا نقول علاش علاش تاخذ ريسك وقت انت لابس. بون وقت واحد باش يمشي في الاوتوروت، وسامحوني باش نعطي اكزومبل خايب يمكن على السياقه، وقت واحد يمشي في الاوتوروت ويمشي نورمال ويمشي في 110 وكل شيء، باش يوصل في وقت معين. اما كان يمشي ينزل على الاكسيليراتور ينجم يوصل يعني كان ينزل يمشي في على 190 200 كيلومتر في الساعه، باش يوصل في وقت اقرب. نعم فهمت، لكن عنده اكثر ريسك باش يصير له حادث. وإذا صار حد على قدر يكون أخطر كثير من كان هو مشى في فيتاس أقل. باهي. السؤال الآخر اللي نجم تطرح دكتور بالنسبة للعباد اللي تحب تخمم تعمل في شفط الدهون، عندها مشكلة تحب تنحيها، تقول لك أنا إذا كان نتعب يا سيدي بعد 3 شهور ولا 4 شهور هذوما ونحصل على الريزلتا اللي أنا نحب عليه، إسكو فما إمكانية أنه الشحام هذاك يعاود يطلع في نفس البلاصة ولا في بلاصة أخرى؟ لا 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 علاش لا لا بالعكس 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 انا قاعد نلوج لك في الواحد. هو المشكله كل في شفط الدهون هو في توزيع الدهون. كما فسرت لك قبليك احنا كنا مختلفين وعندنا توزيع الدهون في الجسم نتاعنا مختلف من شخص الى شخص. نعطيو مثال، احنا مش نجم نفهموا الحكايه هذه. مثلا فما انسان وقت يضعف يضعف في بقاع الكل الا في كرشه. وقت تبدا الكرش فيها شحم نحكيوها، لقد فما حالات اخرى يضعف بقاع الكل الا الكرش، وتضعف هي اقل. الشخص هذا وقت يعمل شفط الدهون وقت يمشي لي يضعف اللي يضعف في كرشه كما يضعف في بقاع الاخرين. اما وقت يسمن باش يسمن اقل في المنطقه هيك، خاطر العبد وقت يقعد ياكل ولا يسمن بواحد ما نجموش نمنعوه من السمنه احنا. نعطي مثال اخر وكيفاش. معناها على حسب هذايا دكتور لازم حتى بعد العمليه يقعد يستحفظ على اونيجين دو في، خلي ما نقولوش ريجيم شمية، لازم يحافظ على نمط حياه معتدل ومنظم باش ينجم يستحفظ على الريزلتا نتاعو. هو اخزر اذا نحيو باغ اكزومبل ليكزومبل اللي عطيتو انا اللي هي الكرش، فهمت؟ هو بطبيعته كان باش يستحفظ على روحه، خاطر كان باش يسمن، كان باش يسمن زاده من الفوق، باش يسمن من اللوطه في بقايا الاخرين في فخاذه في كتفاته. الانسان نعطي مثال سهل ياسر. اون سوبوز يعني مش نتخيلوا فما شخص عمل شفط الدهون على كرشه وعلى جنابه خاطر هما كانوا مقلقينه. الشخص هذا مثلا بعد سمن خذا 10 كيلو زايدين. ال 10 كيلو باش يتوزعوا بطريقه مختلفه كان ما عملش العمليه. نفسرلك. إذا كان ما عملش عملية كانوا 10 كيلو كانوا 7 كيلو باش يمشيو في الكرش و3 كيلو باش يمشيو في البقايا الأخرين. إذا عمل عملية شفط الدهون باش يمشيو 3 كيلو في كرشه و7 كيلو باش يتوزعوا في جسمه هو. يعني ما فماش حاجة ما تزادتش لا ماس غريسيوس كلي ما تزادتش في واحدة، أما اختلفت في التوزيع نتاعها هي. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الأربعة نتاع العشية. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو عملية شفط الدهون، وحاضر بحضنا دكتور كمال العربي طبيب مختص في جراحة الترميم والتجميل. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. اي اف ام احلى راديو. نبداو من تونس، معنا حمزه. مرحبا بك حمزه. اهلا وسهلا. عسلامه يا حمزه، مرحبا. عايشك بالله. نحب نحكي للدكتور على مشكلتي. اي تفضل يسمع فيك. على شكون؟ لا انا مشكلتي. عندي مشكله نتاع ترهل الصدر. تفدي ترهل ولا تفدي انت تحكي؟
تثدي هذيك عند الرجال هذيك عند الرجال بأخذر هو الموضوع ماهوش في الحصة لكن نجم نحن نترقله هو كما قل أحكينا قبليك ريبارتيسيون تاع الشحم يعني توزيع الشحم تاع الانسان يجم يكون موجود في الصدر. على فكره دكتور راهي وراثيه معناها ماهيش اي هيك قلت انت وراثيه يعني الشكل نتاعك انت هو الشكل تاع العائله الكل ايه. معناها حتى تبدا عادي ضعيف معناها ما زر معناها تتبدا هكاك اي وهو يعني هذيك كان تشوف ما تلقاش فيه غدد عاده باش نبداو واضحين بيان سور فما تحاليل يصيروا كل شيء لكن اذا ثبت اللي التثدي هذاك موجود عند الرجل هو تراكم تاع دهون فهمت ويكون في ستاد يعني ساهل نقولوا يعني احنا ستاد يعني فماش جلده ماهيش مرتخيه واحد وكل شيء فوقتك شفت دهون تنجم تحل المشكله تاعك انت يا حمزه. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك مشو الحي زهور معنا حنان مرحبا بك حنان. عسلامة دكتور. عسلامة حنان. عايشك حبيت نسال بالله كيبدا مثلا واحد بالصحه وعنده في البواتري برشا غريس وهو مثلا ما يقدرش باش يعمل اوبيراسيون كامله على البدن جست اللي هيك البواتري بارتا يقولوا احنا عملها اسكو ترجع بعديك بار بريود والا ما عادش ترجع له كومبليتمون هو بتبعته بالصحه اي لكن فوالا هي يعمل شفط الدهون في كل منطقه برك هذيك كما قلت انت خاطر هو عنده صحه ما ينجمش يعمل شفط الدهون في الاماكن الكل الدهون بيان سور باش تزيد بعد ما كان باش يزيد يسمن هو ولا باش يزيد في الوزن نتاعو مثلا هو يوزن نقولوا احنا 100 كيلو ومشي اللي في 105 كيلو ماهيش باش تزيد 5 كيلو غاديك باش تزيد نسبه معينه لكن اقل من شخص اخر ما عملش شفط الدهون. باهي يعطيك الصحة دكتور الله يخليك. مرحبا. سؤال دكتور اسكو فما عملية نتاع شفط الدهون من غير تخدير عام؟ والله موجودة هي فما أماكن نجم نعملوها فما نجم يكون تخدير محلي. باهي لوكال. لوكال في شفط الدهون في أماكن مخصصة. ونجم نعملوا زادة لغاشي أنستيزي إذا كانت باش نعملوا الدهون مثلا في اللوتا من تحت السرة وانت اللوتا فوقتها كان نجم نعملوا التخدير هكا عادة فهمت في تونس باش نكونوا صريحين نفضلوا التخدير الكامل عليه علاش ساعة برشا عباد فما الفكرة على التخدير المحلي والتخدير العام برشا يخموا اللي المحلي مور سيف يعني في اكثر أمان ضمان أكثر. في اكثر ضمان ولا في اكثر امان من العام فكره غلطه خاطر في شفط الدهون نسحقوا كميه كبيره نتاع البنج في المنطقه اللي باش نعملوا فيها دونك باش هذاك على لا يقدر اذا البنج يتعدى في الدم ولا يمس واحد يجم يعطي تعكرات حتى يجم يهز الحياه نتاع الانسان. برشا عباد عندنا فكره في تونس دائما نقول لك ما نحبش نغيب على الوعي لكن باش نكونوا نفسروها توت انستيزي فيها دي ريسك وحتى الانستيزي لوكال وقت تبدا اون كونتيتي امبورتونت يعني فيها كميه كبيره فيها اكثر مشاكل من بنج عام على كاين فضل واحد وفما زاد مشكله اخرى اللي فما لابودور ما نعرفش كيفاش نفسرها لك بالواحد لا بودور سيدير كو الانسان باش تعمل له شفط الدهون في المناطق في بحذا بطنه في المنطقه الحساسه وكل شيء ما يقدرش يقول لك احتراما لذات الشخص خلينا نقولوا هكا لا يقول لك خليني انا راقد ومش نعمل ما شفت شيء ما شفت شيء هذيك هي دكتور مشيو الجابس معنا ميسه مرحبا بك ميسه عسلامه مرحبا ميسه تفضل بالله باش نسال الدكتور مرحبا بك لالا عايشك انا عندي مشكله البطن ولا جلاب مقلقيني على الاخر اشكو معناها كي نعمل عمليه شفط هذه نلقى نتيجه فيها والا نبقى نبتلنا برشا ما فهمتش سؤالك بالضبط يا ميسا كنت عاود لي شويه يعني معناها كي نعمل عمليه الشفط أيوة. نبقى بريود برشا باش نلقى النتيجه والا فيسع راني فرق هو بصفه عامه النتيجه نتاع شفط الدهون نشوفوها ديما بعد ثلاثه اسابيع نبداو نشوفوا نوزن كلامي هنا نبداو نشوفوا النتيجه والنتيجه تبدا تظهر بكدا بعد شهرين والنتيجه النهائيه هي راهي بعد سته اشهر. سي بون ميسا عندك اجابه سؤال واحد اخر؟ عندي زادة مشكلة السردين قلقني على الاخر يعني عندك ايش منو عمل مشكلة
ثدي اي بي شبيه مشكله يشملوا يعني شفت عملت شفت تشملوا لا الصدر الكبير وقت نعمل له شفت مشكله فيه هو موجوده راهي التقنيه مش نبداو واضحين لكن الاشكاليه اللي الجلده ما تعاودش تشد يعني فيها مشكله اللي هي يصير ترهل في الثدي نتاعك يعني فقط كي ما عادش تقبلها يمكن النتيجه باهي يعطيك صحة دكتور الله يخليك عنا تليفون واحد اخر مرحبا مدام نرجس مرحبا بك مدام نرجس وي عصيمة اهلا بك هذا شنو احوالك يا لالا مرحبا يعيشك ربي يخليك ميرسي بوكو عايشك تفضل باش نسال الدكتور يظهر لي سؤال بيزار بوتيتر باش يجي ما يسالش سؤالات كل احنا مستعدين ليهم كما يقولوا يعيشك ربي يفضلك دكتور ربي يعزك يعيشك مانيش نقول لك انا لا قداش نحي لا قداش لا قداش نقعد وقت على خاطر اون كونيسونس دو كو ايوا عملت غاتي الحقيقه حبيت نعرف كي تبدا اوبيراسيون غاتي شكون يتحمل المسؤوليه شنو انا نجم نعمل كيف انت تدخل وتعمل سو فورم دو كونترا مع ان دكتور يتسمى فيمس معناها في تونس وعلى اساس اللي انت باش تدخل تخرج سوا ديزون مانكا مش مانكا وتخرج ديفيغوري انت شنو تعمل ديفيغوري في شفط الدهون راه صعيب شويه مدام دون فاسون جينيرال نحكيوا ما نحكيوش واحد بقى بطبيعه هو تنساش راهي اي عمليه فيها دي ريسك اون برانسيب الطبيب يكون نصحك قبل ما تعمل العمليه وفسر لك شو مالي يعني المخاطر نتاع هكا ومنهم مخاطر سي لي زيشيك نتاع العمليه وشو ما الظروف اللي خلت فما لي زيشيك بقى بعد بطبيعه حقك مكفول هو راهو في الباحث وما عماده الاطباء تنجم تشوف الحكايه هذه وبالطبيعه هو الاكثر حاجه قبل ما تمشي تعمل عمليه انا ديما نحبذ اللي المريض يسال وما يطلبش حاجه غير معقوله. ما هو دور الطبيب انه يقول له هذيك مش معقوله. لا دور الطبيب هو لا لا دور الطبيب هو باش يقول له غير معقوله واحد وكل شيء. بقى ما نجموش نقولوا اللي فماش دي زاكسيدون دو باركور يعني كما في اي مش نقول لك اي الطبيب مش معصوم من الخطا هو حتى لا 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 مش حتى الطبيب ما تنساش اي عبد ينجم يغلط في اي حكايه ولا لا لا ماشي لا 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 اكسيدون يعني فما فرق كل واحد كيف الموضوع كما يحط لا 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 خاطر فما فرق بين اكسيدون و ايرور ميديكال ايرور ميديكال سيدير الطبيب ما عملش اللي عليه وما قامش بواجبه اكسيدون سيدير حتى كان تعمل انت هذاك كل واحد وكل شيء عندك ان ريسك اخزر توا نحكيو احنا بال في توا في وقت نتاعنا نحكيو توا في الكوفيد وقت تقول انت بفايزر الفاكسان اللي ماهوش موجود مازال اللي ان شاء الله او جيف اثنين وصل تقول انت اللي هو افيكاس 95% فما 5% يزرقوا ماهوش باش يلقاو نتيجه ما تنجمش تضمن له انت تقول له خاطرك زرقت ماكش يصير لك حتى شيء فهمت ديما فما كل بورسنتاج نقولوا داكسيدون دو باركور احنا بقى لازم نثبتوا زاد اللي الطبيب قام بواجبه مش صار الاكسيدون هذاك فهمت لازم نثبتوا اللي هو قام بواجبه يعطيك الصحه دكتور نمشي لتونس معنا مراد مرحبا بك مراد اهلا مرحبا بك مدام هاجر مرحبا بالدكتور بارك الله فيك تفضل سيدي بالله جيت حبيت نسال على الكرش عند الراجل اون فيت ما نعرفش نحب نعمل ربط خاطر انا مستمع وفي دي اف ام سمعت مرة في برنامج بتاع مع مختصة ولا طبيبة بتاع تغذية على أنواع الكرش نحكيه على الكرش ما يسمى بالكرش البطيخة كان تذكروا والكرش اللي فيها طبقات أنا عندي الكرش هذيك الكرش اللي صفار البطيخة اللي تقلق الدكتور حكى برشا على كلمة جبد برشا كلمة موتيفاسيون فريمون الحاجات اللي نعرفوهم في التاريخ من الكل كشباب على الكرش اصعب حاجه في البنت تنحي هي الكرش الحاجه الوحيده اللي ما تتنحاش هي الكرش انا الكرش نتاعي فيها برشا كونسنتراسيون تاع الشحم مانيش تنين راني مانيش شباب اي فهمت معناها انا مترو 78 ونوزن 90 ونجم حتى نتيح على 90 80 كيلو كي نعمل دي ريجيم ريجيم ولا نعمل اكتيفيتي سبورتيف نحي كل شيء الا البارتي نتاع الكرش
ديما عبارة ساك 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 منفوخ ولا ساك يعني من لوطة معبي ساك منفوخ ومعبي معناه تحس كمان فما كوش مع سانتي إمام اي مراد هنا 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 ما نجمش نجاوبك راه 100% لكن مش نعطيك انا مقاربه ونوضح لك الواحد وديما طبيبك هو اللي مش يعطيك النصيحه راه اخزر الكرش تاع الانسان بصفه عامه هي البقعه الوحيده اللي ما فيهاش الهيكل العظمي دونك اللي يشد الكرش هي فما العضلات اللي موجودين من قدام لي زابدومينو الناس كنا نعرفوهم هذوما اللي يعملوا سبار واحد وكل شيء. العضلات هذوكم في بعض الاحيان العباد اللي ما تعملش سبار واللي وفما حتى جينيتيك راهو حتى كان يعمل سبار وكل شيء العضله ما تكونش قويه وتلي المصارن هي اللي دزت العضله لقدام وتعطيك النفخه هذيك يقولوها احنا تاع الدلاعه تاع الجبه احنا في تونس كانوا يشوخوا بها قبل فهمت يقول لك الجبه ما تلبس كان بالدلاعتها بقى واحد كيفاش بتعرف هذا انت عندك شحم ولا ما عندكش فما اكزرسيس صغير تنجم تعملو وقت تعمل الزابدومينو نتاعك يا مراد اسكو فما تري في شحم قاعد بين يتتوي في كرشك مراد لا كل ما نعمل اكزرسيسات حتى دخلت برشا مرات في الصاله كل شيء يعطي ريزولتا حتى هكا صغيره كمان اما في الكرش ما حتى تخاص حتى تنقص لا يصير فيها أخزر مبدئيا انا فهمت اللي فما تراكم تاع دهون فهمت هو عند الراجل راه باش نبدا واحد اقل ما عند النساء راه الدهون نتاعنا تحت جلده عاده احنا رجال جماعه مع رجال كل انا اللي الشحم اللي عندنا يصير في المصارن وهو يتعبى ويدز العضله القدام عند عاده ما نقولش من جماعه يعني نقول لك 70% الحكايه هذه عند النساء الشحم عادة ديما البرة منفخوش من الكرشم بين سيغ فما حالات استثنائية بين سيغ يعطيك صحة دكتور الله يخليك نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو عملية شفط الدهون حاضر بحضنا دكتور كمال العربي طبيب مختص في جراحة الترميم والتجميل إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تكلمونا على 31 380 ألف مع هجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف موضوعنا اليوم هو عمليه شفط الدهون وحاضر بحضنا الدكتور كمال العربي طبيب مختص في جراحه الترميم والتجميل اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف نشوف البن عروس معنا فاطمه مرحبا بك فاطمة ذهبت فاطمة وسوف تعود سينو دكتور فما شكون يسأل فينا فما نساء يحبوا يعملوا عملية شفط الدهون وفما شكون يقول لهم اللي يلزمكم تستنى وحتى تكملوا الغروسيس اللي تحبوا عليهم الكل وبعد تمشيوا تعملوا عملية شفط الدهون اسكو صحيحة وإلا تنجم تعمل مشاكل إذا كان تحبل وبعد ما عملت عملية شفط الدهون فما حتى رولاسيون في الحكاية هذه يعني نجم نعملوا شفط الدهون وبعد مدة بعد النتيجة وكل شيء تجم يكون فما حبالة وحاجة عادية ما تأثرش على الصغير احنا متأكدين من هذه بقى بتبيعها ماكش تعمل كونسيبسيون بعد تبدأ كما يقولوا احنا بعد العملية مباشرة يعني قديش تقعد السنة باش تحبل؟ با يقول لك تنساش اللي هي عملت انستيزي جينيرال لو طونك يمشي البنج في البدن وكل شيء عاده ديما نقولوا شهرين ثلاثه شهور هما حاجه باهيه فهمت باش يعطي واحد بالطبيعه نعرفوا اللي وقت المراه باش تحبل بالطبيعه باش تاخذ وزن وفما احنا قلنا هي جات من الاول باش تزين روحها فهمت وتلقى روحها بعد اخذت شويه وزن تصير بياس باش يتنحك الشحم هذاك اللي زادته دونك نشوفوا اللي هي الواحد بالفكر وبالعقل يقول نستنى شويه نكمل صغيري وبعدين نرجع بيان سور تبدا فهم بروغرام وقت يجي اكسيدونتيل كحاجه اخرى نحكيو فيه بطريقه اخرى. اذا كان تعمل دكتور عمليه شفط الدهون وتعمل مع عمليه شد البطن اسكو زيد في زابل انها تعاود تحبل عادي نورمال ما قلقش في الحبال الموضوع هذا؟ شد البطن هي عمليه جراحيه وفيها قصان وخياطه.
على عكس شفط الدهون. شفط الدهون ثقوب صغار باش يصيروا في جسم الانسان. في الشد البطن فما باش نقصوا الجلده الزايده اللي تكون عاده بين العوره وبين السره باش نجبدوها ماكسيموم ونعدو خيطوها واحد وكل شيء. بطبيعه متاثرش على الحباله متاثرش، لكن بطبيعه وقت تحبل هي باش تجبد على الجلده وباش تفزر العملية التجميل اللي عملناها. كما تقول انت واحد بعد ما عمل ان تابلو يعني عمل تصويره باهيه وشيخ عليها فهمت جا فزتها. بون يعني اما حق من حقوقها مش تحبل وتكون حبلها عاديه وما تقلقش، وحتى اذا اضطرت في وقت الولاده هذا سؤال ديما تسال، اذا اضطرت في الولاده باش تكون ولاده قيصريه ما تقلقش جمله واحده، لان احنا باش نكونوا سطحيين في الحكايه هذه. يعني حدنا حد الجلده يعني طبيب اللي بشي ولدها ما يقعش حتى صعوبة وما فما حد شيء. بالطبيعة جلدة في الحبلة باش تتحل مرة أخرى تتحل مرة أخرى في وقتها كانت الحكاية أخرى كيفاش نعودوا نسحفظوا عليها في وسط الحبلة ومش ما نخسروش العملية اللي عملناها. باهي يعطيك الصحة، نمشيو لقصر هلال معنا دليلة. مرحبا بيك دليلة. وبيك عايشك عسلامة. مرحبا مرحبا لالا دليلة. عايشك بربي دكتور، انا نحب نسالك تاني عندي كيف هيك شحمه في شحمه منا ومنا معناتها في الهونش. ايوه معناتها شنو هو النجم كيفاش معناتها مقلقيني الحقيقه ما نكذبش عليك مقلقيني. هي شفت الدهون بيدها في التاريخ نتاعها بدات بك شحمه هكوما شحمه كولوت شوفال احنا نسميهم الفرنسيين. كعبور على جنب وكعبور على جنب احنا نقولوا زاد فهمت هذيك. الحل الوحيد هو شفط الدهون. اي فهمت بالطبيعه بعد شفط الدهون يعني فما حتى دي سبورتيف دو او نيفو احنا قلنا هذيك حاجه كونجينيتال يعني واحد كيما لون عينه كيفاش باش تجي لون شعره كيفاش يجي خشمه حتى شحب عنده مكانه توزيع الواحد متقرر جينيا عند الانسان يعني وخاصه عند النساء فهمت البقعه هكايا. دونك الحل الوحيد هو شفط الدهون فهمت تشوف طبيبك غاديكا وتفاهم معاه وشوفوا فما حاجه اللي تمنع مش نقولوها بصراحه يبدا كبيره ياسر الشحمه هذيا الجلده ما تنجمش تعاود ترجع لمكانها في وقتها كان طبيب يجي مقترح حاجات اخرى فما اكسيزيون سوتور زاده وتخلي سيكاتريس. اما اذا تشوف مع طبيب باش يجم يعطيك الحل انسب اللي يمشي معاك الحاله نتاعك. باهي يعطيك الصحه دكتور. مشي لتونس معنا منير. مرحبا بك منير. الله يعينك يلا عسلامة دكتور. مرحبا سي منير. عايشك يا بابا لاباس. اسمعني دكتور انا تو عندي 12 سنه عرس. ايوه دكتور. عندي المدام. فكري تو عندي ثلاثة صغيرات. ايوه. ثم ديطاي فقد بها كعب بكشي في الاخر بعد الوليد الصغير خلاص خلاص. ثم كرش برشا. وي دكتور. قلت بعد الوليد بعد الوليده الاولى. ثلاثة صغار اي. باهي بعد ما جبت السفول الصغير شنو المشكلة سامحني اللي لاحظتها؟ اللي لاحظت ثم دي بوان في الكرش في كيما تقولوا ثم زي الشحمة زاد وثم دي بوان هيك زي تحسهم فارغة صوم ما فهمتش زي حاجة تحسها ما غير اللحمة دي بوانات دي بوانات هيك. هذاك توزيع تاع الشحم هذاك توزيع تاع الشحم تاع الانسان راهو فهمت ايش يكون يعني حاجه جينيا واحد بعد وقت سبنت هي في الحبال عاده واحد وكل شيء البقايا اللي يتنفخوا فيسا نقولوا احنا وكبروا فيسا تاع الشحم خليو البقايا الاخرين يظهروا كانهم حفر فهمت يعني عاده هذاك هو تعطيك كيما حاجه كيما نقولوا احنا ماهيش ملسه تلي فما حفر يعني فهمت هذا يمكن بشفط الدهون تتحسن زادة. باهي يعطيك الصحة دكتور الله يخليك. سينو دكتور اسكو عملية شفط الدهون تنجم تنحي سيلوليت ولا لا؟ الوغ في حد ما نعم. في حد ما نعاود ننزل على الكلمة هذيا. السيلوليت هي راهي كلمة مستعملة واحد هي شحم موجود تحت الجلده بالضبط. فاذا تنحى الشحم اللي مش تحت الجلده بالضبط خاطر احنا شفتوا الدهون ما نحيوش الهكايه فما نسبه كبيره نتاع سيلوليت تنقص ما نقولوش 100% اما فما نسبه كبيره وتعطي نتيجه حلوه زاده يعني شفتوا الدهون يجم يكون سبب من اسباب مش نقص يعني ولا طريقه بلوتو مش نقص السيلوليت. باهي يعطيك الصحه دكتور. مشي لتونس معنا بالحسن. مرحبا بك بالحسن.
اهلا وسهلا. عسلامة سيدي. عايشك سلمى، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. عايشك، مرحبا بيك. عايش بربي دكتور نسألك بربي، يعني عندي مشكلة عرفتني في حياتي ما قلت ليش حل، ما ايش بوسيبيلتي انك تشوفي حاجة هيك. انا عندي فتق السرة وعندي لابدو مشحنة بتال فانسون لابدو مينوك اللي عملها ولا الاكزرسيس دستوري، معناتها يحيروا لي الفتق ويعملوا لي الوجعة. اي مانيش عارف شنو نجم نعمل بالحاله هذه باش نحي النقص شويه شحم. والحقيقه اني من كونتر اني نعمل لك البلاك في كل شيء، ما هم يقولوا يعملوا لك البلاك في الفتره على الفتق بس معناتها ما يزيدش يكبر الفتق. اي انا محافظ بعيد ياسر على الرجلين وبعيد على كل شيء وبعيد على معناتها الليفور اللي يكبر ويخلي الفتق يكبر. أي الحمد لله سامعني عايش فيه تو عندي 5 سنين. اي هو تو هنا موضوع اخر، هو حكايه الفتق ذي يخرج من اختصاصي لكن نجم نجاوبك. الفتق هو يعني لازم له الدواء، ومش خاطرنا تو لباس ونقولوا واحد خاطر هات اللي تصير مشكله من نوصلوا مخر. البلاك هي رو على عكس ما يخموا برشا عباد، راهي ماهيش باش نحطوا بلاكة لوح ولا بلاكة بلاستيك ولا بلاكة حديد، هي باش نحطوا كيما تقول ناب سبيسيال، يعني تيسيو انفلاماتوار، باش يعني حاجه باش يحطوها باش يصير شويه التهاب فيك البقعه هذيك، مش تعمل سيكاتريس باش تسكرك الوحده هذيك. دونك حتى بالسكانير ما تنجمش تراها، راهو باش نبدا واضح. وواحد وحده قد تمسها ماكش تحس لوحه ولا حديده. احنا نستعملوا في تونس نقولوا بلاك، برشا عباد يغلطوا فيها ويخافوا منها في حكايه هكا. وقت يبدا عندك الارني هذه، انا نقول لك الارني هي تسبق شفط الدهون. بعد ما تعملها هذيك تنجم تعمل شفط الدهون، وتنجم تتفاهم انت وطبيبك زاد كان في نفس الوقت اذا فما امكانيه، اذا فما امكانيه ومتعرضش حياتك للخطر. ديما نقولوا الواحد لازم يوزن الحاجه قبل ما يعملها. ايه يعطيك صحة دكتور. جوست سؤال الاخراني، اسكو نجمو نعملوا عملية شفط دهون في كل الاماكن فرد عملية والا لازم نقسموه؟ نستحسن نقسموه مش نقصوا من الريسك. فما اماكن ما نجموش نعملوا فيهم شفط الدهون زاده. برشا عباد يسخادوا كل شيء نجموا نعملوا فيه شفط الدهون، فما شكون يجيك يقول لك الحناكات باغ اكزومبل اللي يحب ينحيوا منها شفط الدهون. نعطيك دي زيكزومبل، فهمت؟ واحد فما لا في شو اسمه في الدوبل مونطون سي اون انديكاسيون بالعكس نجموا نعملوها. اي في الدوبل مونطون يعملوا الحناكات ما نجموش نعملوها. الحناكات لا انا مستحضر على حكايتكم. مستحضر على كل شيء. فما بقايا ما نجموش نعملوه زاده، وبوم بقايا فما ان ريسك امبورطون. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا، بارك الله فيك. مرحبا. عايشك الله يخليك. عايشك. كان بحضرنا سي دكتور كمال العربي، طبيب مختص في جراحه الترميم والتجميل. ميرسي الاشراق كان زاري في الاعداد، ميرسي لامنه في الاخراج، وميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في.